مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الأخبار المحلية من تلفزيون دولة الكويت إلى أهم وأبرز العناوين. الكويت تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة الاحتفال بأعيادها الوطنية. وزارة الصحة تستضيف نخبة متميزة من خبراء منظمة الصحة العالمية للتصدي للأمراض المزمنة غير المعدية. والأونروا تشيد بالتزام الكويت بتعهداتها تجاه القضية الفلسطينية. أيها السادة، أهلا ومرحبا بكم. بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى جلالة الملك بوميبول أودولياديج ملك مملكة تايلاند الصديقة. عبر فيها سموه رعاه الله عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا لجلالته موفور الصحة ودوام العافية. وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى جلالة الملك بوميبول أودولياديج ملك مملكة تايلاند الصديقة. ضمنها سموه رعاه الله خالص تهنئة بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا لجلالته موفور الصحة ودوام العافية. كما بعث سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة مماثلة. غادر رئيس مجلس الأعيان في المملكة الأردنية الهاشمية عبد الرؤوف الروابدة والوفد المرافق له البلاد اليوم بعد زيارة رسمية استغرقت 4 أيام. وكان في وداعه على أرض المطار رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم ورئيس بعثة الشرف المرافقة العضو حمد سيف الهرشاني. أقيم احتفال بمناسبة العيد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بأبراج الكويت، حيث شارك في هذه الاحتفالية العديد من الكويتيين والخليجيين بجانب إخوانهم الإماراتيين ليباركوهم فرحتهم بهذه المناسبة العزيزة على قلوب الجميع. تفاعلاً مع احتفالات دولة الإمارات العربية المتحدة بعيدها الوطني 43، أقامت وزارة الإعلام احتفالية كبرى تحتضنها ساحة أبراج الكويت، وذلك لمشاركة أشقائنا الإماراتيين أعيادهم الوطنية. لكي نرد الجميل لأهلنا في الإمارات لكل ما قدموه لنا خلال مسيرتهم الحافلة. قد يتساءل البعض اشمعنى او ليش، فلا شك بان دول التعاون كلهم اشقاء وكلهم عزيزين على القلب وكلهم ينحطون مكان العقال، ولكن راينا بان في هذا العام نجد لزاما علينا ان نميز اشقائنا في الامارات بهذه الاحتفاليه كل ما قدموا لنا اياه خلال السنوات الماضيه. امين ان شاء الله ان يقدمنا الله ان نقيم احتفالات اخرى لباقي اشقائنا، ليس فقط هالجيل لكن كذلك كل الدول العربيه، تاسيلا لمبدا ان الكويت مركز العمل الانساني وان قائدنا قائد العمل الانساني. ولا يفوت في هذه المناسبه ان اسمع ايات التبريكات لصاحب السمو الشيخ خليفه بن زايد رئيس الدوله، والى كل شيوخ الامارات، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، صاحب السمو الشيخ فريق محمد بن زايد، والى امراء الامارات المتحده، ونبارك لهم على عيد 43 للاتحاد، وان ينم او يعم الفرح على كل بلاد الخليج، ليس فقط امارات الكويت لكن كل بلاد الخليج والعرب ان شاء الله. طبعا اشكر صاحب السمو الامير، الحكومه، الشعب الكويتي، هذا مو جديد عليهم، هم اخواننا ونحن اخوانهم، شعبين او مثل ما يقولون اسره في دولتين،
هالاحتفالات هذه دلت تدل على عمق الكرامة وتقدير إخواننا في الكويت لدولة الإمارات العربية المتحدة. نحن نشكرهم باسم إخوانهم في دولة الإمارات على هالشيء هذا، ومثل ما قلت هذا مو جديد، هذه عوائلكم والله يديمكم ويحفظكم إن شاء الله ويحفظ دولة الإمارات والكويت. يشارك في هذه الاحتفالية العديد من الكويتيين والخليجيين بجانب إخوانهم الإماراتيين ليشاركوهم فرحتهم بهذه المناسبة العزيزة على قلوب الجميع. اليوم أنا جدا سعيد تكون الاحتفالية في على على أرض محافظة العاصمة وبمناسبة العيد الوطني للإمارات 43، وطبعا هذه فكرة الشيخ زايد رحمة الله عليه حكيم العرب، أراد أنه هو يوحد بين الإمارات ويصبحون دولة واحدة لصالح كرامتهم وصالح سعادتهم. وأرسى سمو الشيخ زايد قواعد العمل الاقتصادي والعمل السياسي وجميع الأعمال، والآن أبناء من وراء يقومون بنفس النهج. الحقيقة شاركهم احتفالات التي تقيمها وزارة الإعلام بتوجيهات سامية لمقام سيد حضرة صاحب السمو وسموه العهد وسمو رئيس الوزراء، القيادة التي أوصت وزارة الإعلام بأن تعمل احتفال رسمي شعبي للأخوة والأشقاء في دولة الإمارات في شارع الخليج على الهواء مباشرة لمدة 5 ساعات. الإماراتيين والكويتيين ينسجون في هذا الاحتفال، هذه هي الأريحية الخليجية. وبعد بكرة السبت أيضا في أوبريت خاص نعمل في دولة الكويت تعبيرا عن المحبة والمودة حق إخواننا في الإمارات بالسعودية. تمنى التوفيق، وعاشت الإمارات وعاشت الكويت وعاش الخليج وعاش العرب والمسلمين وعاشت إن شاء الله المودة والمحبة والله وفق الجميع. فرق شعبية وفنانين إضافة إلى الجيش الكويتي والإطفاء والحرس الوطني حرصوا على تقديم فقرات عسكرية وشعبية وتقديم ما لديهم ليعبروا على مدى سعادتهم ومشاركة الإمارات عيدها الوطني 43. هذه الاحتفالية تؤكد على عمق العلاقة بين دولة الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة على مشاركة أشقائنا الإماراتيين بالعيد الوطني لبلادهم 43. يوسف صفرة، التلفزيون، دولة الكويت. وزارة التربية تعمل جاهدة على المضي قدما بالعملية التعليمية نحو الأمام بكل طاقاتها وكوادرها لرفع مستوى التعليم وتطوير المناهج بما يعود بالنفع والفائدة على الطلبة باعتبارهم صناع المستقبل. إن أهمية التعليم مسألة لم تعد اليوم محل جدل في أي منطقة من العالم، فالتجارب الدولية المعاصرة أثبتت بما لا يدع مجالا للشك أن كل الدول التي أحرزت شوطا كبيرا في التقدم تقدمت من بوابة التعليم. لذلك فإن دولة الكويت ممثلة بوزارة التربية تسعى اليوم جاهدة لإحداث نقلة نوعية في نظامها التعليمي وخاصة في تطوير مناهجها. احنا جزء من خطة التنمية، هي المرشد يمكن المرجعية الأساسية لنا، جزء منها تطوير المناهج، تطوير قيم المواطنة، تشجيع الطلبة على الاتجاه نحو العلمي، أيضا الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة، هذه من الأسس التي ننطلق منها. الأساس الثالث أن الاستغراءات والدراسات العلمية، أنه لدينا مشكلة مثلا في بعض المواد، لدينا مشكلة في أداء الطلبة، إذا هذا لابد أن يكون من ضمن تطويرنا. الأساس اللي ننطلق منه أيضا أنه بمعنى أن في شيء بالواقع يكون هو أساس وفي نظرة مستقبلية لنا. نحب نؤكد أن نسير في خطة منهجية وخطة طبعا مستمرة مجتزأة أو مرجعيتها خطة الدولة بشكل عام. خطوط عريضة تنتهجها وزارة التربية في تعزيز استراتيجية تعليمها وتطوير مناهجها التي تعتبر محورا أساسيا في خطتها التنموية التي تسعى لتحقيقها. بلا شك يعني هي الركيزة الأساسية للتنمية البشرية في دولة الكويت هو التعليم، وإحنا يعني ربما نكون يعني ركيزة أي مشروع تنمية بشرية موجود في الدولة عندنا، وبالتالي معنيين باتباع المؤشرات التربوية وغير التربوية في مواكبة المستجدات والمتغيرات عند إعداد وتطوير مناهجنا، مع مراعاة طبعا المراحل العمرية والقدرات اللي موجودة لدى أبناء الطلبة.
والمركز الوطني لتطوير التعليم يطلع بدور هام ومحوري في هذا المجال من خلال تهيئة المناخ المناسب لتطوير العملية التعليمية بدولة الكويت وفق الأسس العلمية. المركز الوطني لتطوير التعليم ومنذ إنشائه يطلع في سعي حثيث للحصول على مشاريع، هذه المشاريع تنصب في عملية تطوير التعليم. وخلال الأربع سنوات الماضية حالياً المركز مطلع مع مشاريع، في مشاريع منها على سبيل المثال مشروع ميزة للقياس والتقويم، مشروع بيرز وتيمز كذلك للقياس والتقويم، ومشروع المعايير الوطنية للتعليم في دولة الكويت، ومشروع كذلك رخصة المعلم، تميز المدرسي، مشاريع كذلك في مجال التعليم المبكر. وبدورنا كان لزاما علينا أن نزول إلى الشارع والاستماع لرأي المواطنين حول هذه القضية وكيف يرون مستوى التعليم في دولة الكويت، فأتتنا الردود كالتالي. والله تعليم الكويت ما شاء الله، الكويت دولة مو مقصرة بالتعليم، بخصوص مجال التعليم الكويت مو مقصرة بالتعليم، أحسن. أنا سافرت برا دول ثانية، ما شاء الله الكويت إنجازات والله، يعني تعليم الكويت ما شاء الله. أنا بالنسبة لي أنا أكلمك 100% والله أحسن تعليم والله. إن إحنا يعني من الدول المتقدمة إن شاء الله، فنتمنى التعليم يكون عالي شوي يعني زيادة. بشكل عام المناهج الآن الحمد لله يعني متطورة، يعني حلو المنهج الحين إن حطوا اللغة الإنجليزية في كل المراحل وشيء حلو كان هذا. المناهج حلوة والمدرسين تعاملهم مع الطلبة وايد حلو ويتفهمون معاهم ويساعدونهم، فهذا كله وايد وايد زين لصالح الطلبة. يعني يبقى تطوير التعليم قضية مجتمعية يجب أن يتشارك فيها الجميع وأن يتحمل كل طرف مسؤوليته من أجل تحسين جودة التعليم وتحسين مخرجاته. من هنا يبدأ الطلبة حلمهم آملين بتحصيل دراسي مميز وبمستقبل واعد زاهر يرسمونه في مخيلتهم، والقائمون على العملية التعليمية بدورهم يصوغون هذا المستقبل عبر مواكبة أحدث الطرق التعليمية وتسليح الطلبة بالعلم والمعرفة كي ينهضوا بأنفسهم وبوطنهم إلى مصاف الأمم المتقدمة. ديما دحدة، تلفزيون دولة الكويت. في هذا المشهد المأساوي نرى دولا تتفكك وحكومات تنهار ومؤسسات تتلاشى، أدت إلى فوضى شاملة قاب فيها القانون وانعدم فيها النظام والأمن والأمان، وأصبحت أقدار الناس بأيدي مسلحين مجهولين أجبرتهم إلى التشرد داخل وخارج أوطانهم. وإذا كان الألم يعتصر قلوبنا، لذلك فإننا في هذا البلد الآمن الأمين نحمد الله على نعمة الأمن والأمان والسلام والاستقرار التي تستجب منا حفظ هذه النعم واستخلاص الدروس والعبر مما يجري حولنا، فالعاقل من تعب بغيره. أهلا ومرحبا بكم من جديد. استضافت وزارة الصحة ممثلة بإدارة تعزيز الصحة، استضافت خبراء من منظمة الصحة العالمية لتسليط الضوء على وضع النشاط البدني في الكويت كعامل أساسي من العوامل التي تسبب الأمراض المزمنة غير المعدية. الخمول البدني يقف وراء حدوث 6% من الوفيات على مستوى العالم، 25% من حالات سرطان القولون والثدي، 27% من حالات السكري، معدلات ونسب تشير إلى مدى انتشار الأمراض المزمنة غير المعدية الذي يسببه الخمول البدني. لمدى خطورة هذا الموضوع وكون أن دولة الكويت هي جزء لا يتجزأ من هذه المؤشرات، احتضنت وزارة الصحة خبراء من منظمة الصحة العالمية للوقوف على واقع النشاط البدني في دولة الكويت ووضع الحلول الناجعة.
أهمية النشاط البدني راح نشوف الحين بالمحاضرات الأرقام اللي راح تلقى مو بالكويت بس عندنا بالعالم كله. فيعني لازم يكون في مبادرة علشان كذي منظمة الصحة العالمية شايفينهم معانا حتى يدفعون بهالاتجاه. والفكرة كلها إن نبي نروح مو على البالغين، نبي نروح على الأطفال ويبتدون على أساس تصير ثقافة عندهم، يعني الجيل هذا على بكرة لما يصيرون 20-30 سنة يكون الفكرة هذا راسخ بذهنهم. 50% نسبة زيادة الوزن للفئة العمرية ما بين 13 عاماً و 15 عاماً في دولة الكويت، إحصائية قامت بها إدارة تعزيز الصحة من خلال إجراء مسح صحي شامل للمدارس، إلى جانب عمل دراسة حول معوقات النشاط البدني في دولة الكويت. أغلب الأسباب كانت انشغال الأفراد بأشغال كثيرة خلال العمل وعدم وجود وقت كافي للرياضة. مسؤوليات المنزلية كانت أحد الأسباب. وجود أمراض تعيق المشي أو تعيق الحركة والنشاط مثل الأمراض المزمنة أيضا كانت أحد الأسباب المسببة. وبالنسبة للنساء تقريبا انشغالهم في مسؤولياتهم الاجتماعية. حلول عملية مبنية على البراهين والمؤشرات سيقدمها خبراء من منظمة الصحة العالمية حول تفعيل الطرق والأساليب والاتجاهات لممارسة النشاط البدني. هذه الورشة تتحدث عن الأشخاص الذين يعانون من خمول بدنية، وسنتطرق إلى التمارين الرياضية التي يجب ممارستها وتحديد المدة الزمنية ابتداء من الأطفال، فيجب تشجيعهم على ممارسة النشاط البدني لا يقل عن 60 دقيقة في اليوم، أما بالنسبة للكبار ما يعادل 150 دقيقة في الأسبوع. ووجودنا في هذا التجمع سيكون لنا قراءة تحليلية عن واقع النشاط البدني في دولة الكويت تفعيل المفاهيم الصحية من خلال التعليم والعمل ودور الإعلام اتجاه هذه القضية. قراءة علمية لواقع الخمول البدني في دولة الكويت ووضع الحلول الناجعة من خلال نشر ثقافة أهمية ممارسة النشاط البدني بنطاق أوسع وأشمل، هذا ما يسعى إليه هذا الاجتماع. كما أكد المجتمعون على ضرورة تطوير المفاهيم والرسائل التوعوية الخاصة بالنشاط البدني. لما أبو علاوي، تلفزيون دولة الكويت. أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا أعلنت أنها على جاهزية تامة للبدء بتنفيذ كافة المشاريع الممولة من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والمتمثلة ببناء مدارس وتشييد العديد من المنازل التي دمرت خلال الحرب الأخيرة في قطاع غزة. الحصار المشدد الذي يعيشه قطاع غزة، حصلت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا على موافقة من السلطات لدخول مواد البناء والإسمنت من أجل الشروع في تنفيذ العديد من المشاريع الجديدة الممولة من الصندوق العربي الكويتي للتنمية الاقتصادية والعربية، حيث أعلنت الوكالة الأممية أنها على جاهزية تامة للبدء بتنفيذ كافة المشاريع المتمثلة ببناء 7 مدارس وتشييد العديد من المنازل التي دمرت خلال الحرب الأخيرة على غزة. كما وأكد روبرت تيرنر مدير عملية الأونروا في قطاع غزة في حديث خاص بنا أن وكالة الغوث تبذل قصارى جهدها لتوفير الدعم اللازم وتسخير كل الإمكانيات المتاحة لتقديم أفضل الخدمات رغم الظروف الصعبة، مشيدا بمواقف الكويت الدائمة الداعمة للفلسطينيين. الكويت تعتبر شريكا مهما للأونروا باستمرار دعمها لبناء العديد من المدارس والمشاريع في غزة، كما أننا نعتمد على دعم الحكومة الكويتية والتي تعتبر من أهم وأول الدول التي تلتزم بتعهداتها المالية لتنفيذ العديد من المشاريع الحيوية والهامة في القطاع. 4 مدارس تتوقع عقودها الأسبوع القادم إن شاء الله، وستنفذ في خلال 10 أشهر، بمعنى أن لدينا على الأقل 6 مدارس جديدة من 7 مدارس المتبرع بها من حكومة وشعب الكويت ستعمل خلال بدء العام الدراسي 2015 إن شاء الله. وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا وأكدت أن الكويت من أهم وأول الدول التي تلتزم بتعهداتها المالية تجاه الفلسطينيين، وأن مواقفها دوما داعمة للقضية الفلسطينية في كافة المحافل الدولية، مؤكدة أن ذلك نابع من السياسة الحكيمة لأمير الإنسانية
الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت حفظه الله ورعاه. تهنئتي لأمير الكويت والحكومة الكويت وشعب الكويت على هذا التقدير من المتحدة الذي يعتبر تقدير عالمي ويحمل الرمزية الكبيرة لشعب كريم ما زال واستمر وسيبقى بإذن الله من الداعمين الأكبر للقضية الفلسطينية وللاجئين الفلسطينيين وللأونروا. وما يميز المشاريع الكويتية على الأرض أنها تنفرد بالتصاميم والخصائص التي تميزها كمدرسة الكويت الخضراء المصاحبة للبيئة والأولى في الشرق الأوسط، فغزة متعطشة إلى تنفيذ مشاريع حيوية وتنموية على أرضها، وهذا ما تحققه الكويت بدعمها السخي المتواصل. المساعدات الكويتية متواصلة لإغاثة سكان قطاع غزة عقب الحرب الإسرائيلية الأخيرة، فهي غيث من فيض. هكذا الكويت أميراً وحكومة وشعباً دائماً حاضرين لإغاثة وإعانة الفلسطينيين. سعاد الإمام، تلفزيون دولة الكويت، غزة، فلسطين. أيها السادة، البقاء لله. انتقل إلى رحمة الله تعالى عبد الهادي صالح الرجسهلي عن عمر يناهز 84. انتقل إلى رحمة الله تعالى صالح مرزوق صالح برقوب العتيبي عن عمر يناهز 65. انتقل إلى رحمة الله تعالى عبد العزيز محمد عمر الفليج عن عمر يناهز 27، وسيوارج ثمانه الثرى بعد صلاة عصر غد. انتقلت إلى رحمة الله تعالى خديجة حجي ناصر بوعباس زوجة علي عبد الحسين بوعباس عن عمر يناهز 81. انتقلت إلى رحمة الله تعالى جهيرة محمد سعود أزوال العازمي زوجة مطلق دبيس عوض العازمي عن عمر يناهز 78. انتقلت إلى رحمة الله تعالى زهوات إبراهيم أبو خليفة أرملة علي وني الفقعان عن عمر يناهز 71، وسيوارج ثمانه الثرى 9 صباح غد. انتقلت إلى رحمة الله تعالى غنيمة عبد العزيز يوسف المزيني عن عمر يناهز 65، وسيوارج ثمانه الثرى بعد صلاة عصر غد. انتقلت إلى رحمة الله تعالى شهد عبد السلام سيد أحمد العيدان عن عمر يناهز 34، وسيوارج ثمانه الثرى 9 صباح غد. انتقلت إلى رحمة الله تعالى بلسم فيروز سرور اليوحى عن عمر يناهز 32، وسيوارج ثمانه الثرى بعد صلاة عصر غد. انتقلت إلى رحمة الله تعالى هيفاء نصار علي الزعبي عن عمر يناهز 32. إن لله وإن إليه راجعون. ختاما سيداتي وسادتي لنشرتنا إليكم إعادة لموجزها، في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الكويت تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة الاحتفال بأعيادها الوطنية. وزارة الصحة تستضيف نخبة متميزة من خبراء منظمة الصحة العالمية للتصدي للأمراض المزمنة غير المعدية. والأونروا تشيد بالتزام الكويت بتعهداتها تجاه القضية الفلسطينية.